السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم في قناتكم قناة دانا. اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة، غادي نوجد معكم الفقيقسات أو القريشلات أو الكعيكات، كل واحد وكيفاش تيسميهم. بمناسبة عاشوراء، من هذا المنبر كنقول لكم العواشر مبروكة بالصحة والسلامة وطول العمر. كنتمنى تخليكم معايا حتى الأخير الفيديو، ولا عجبكم الفيديو البنات ما تنسونيش في لي لايك. بسم الله على بركة الله. غنبداو بكاس ديال الحليب البنات اللي تيكون على درجه حراره المطبخ. غنضيف عليه كاس ونصف ديال سكر سنيده. هنا البنات كنعبر بالكاس ديال العنبه. غنضيف نصف كاس ديال الزبده مذوبه. غنضيف كاس ديال الزيت نباتيه. غنضيف نصف معلقه صغيره ديال الملح. غنضيف جوج اكياس ديال الفانيلا. غنضيف جوج معالق ديال النافع او اليانسون. غنضيف كاس ديال الزنجلان. هنا البنات ما حمرتوش، غير سهدتو فقط. عندي 850 غرام ديال الدقيق الابيض، وعندي 10 غرام ديال خميره الحلوى. هنا البنات ما غاديش نضيف الدقيق دابا، غادي نخلط الخليط اللي عندي حتى يذوب لي السكر، عاد نضيف عليه الدقيق ونضيف عليه خميره الحلوى. هنا البنات من بعد ما خلطت الخليط اللي عندي وداب لي السكر، غادي نضيف عليه الدقيق. هنا الدقيق البنات راني غربلته، غادي نضيف الدقيق ونضيف عليه 10 غرام ديال خميره الحلوى. هنا غادي نجمع العجين اللي عندي، وكنضيف الدقيق غير بشويه بشويه، ما كنضيفوش البنات دفعه واحده. هنا البنات من بعد ما جمعت العجين، شوفوا القوام ديالو كيفاش تيجي. ما كتجينيش العجين قاصحه، وما كتجينيش البنات جاريه، ما كندلكهاش، فقط غير تنجمع العجينه البنات. هنا غادي نشكل العجينه البنات على شكل حريبلات، يكونوا طوالين. شوفوا معايا كيفاش كندير. غادي نشكلهم على قد البلاطو اللي عندي ولا على اللاطه. هنا جاني غليظ، غادي نقطعو على جوج وغادي نزيد نرقو. غناخد بلاطو البنات وغنوضع فيه الورق ديال الزبده، وغادي نضيف فيه هذاك الحربول اللي صوبته البنات، ما يكونش السمك ديالو غليظ. هنا جاني هذاك الحربول طويل على البلاطو، غادي نقطع منه. شوفوا معايا البنات ما كيجيش غليظ، كنديرو رقيق. غادي نعاود نستمر بنفس الطريقه، نرقق العجين اللي عندي وغادي نوضعه في البلاطو البنات. غنعاود البنات ناخذ قطعه ديال العجين وغنعاود نشكلها على شكل حربول. هنا البنات جاتني العجين غليظه، غادي نعاود نزيد نرققها، كنقطعها على جوج، كنستمر بنفس الطريقه البنات حتى نكمل العجين اللي عندي. هنا البنات من بعد ما عمر لي البلاطو واللاطه هاد، ومازال عندي العجينه البنات ما كملتهاش، غادي ندخلهم المجمد لمده ديال 20 دقيقه، ومن بعد ان شاء الله نكملوا الطريقه.
هنا البنات من بعد ما خرجتهم المجمد خليتهم 20 دقيقه فقط البنات، باش ملي كنبغيو نقطعوهم كيجيونا ساهلين البنات في التقطاع، ما كيعذبوناش. كناخذ واحد السكين اللي تيكون ماضي ونبدا نقطعوهم على شكل مائل البنات، كنقطعهم بشكل مائل بهذه الطريقه هذه. شوفوا معايا البنات طريقه سهله، ملي كندخلهم المجمد كتجينا طريقه سهله في التقطاع، ما كيعذبوناش، وكنهزوهم ما كيلصقوشنا في ايدينا. كنستمر بنفس الطريقه نقطع. شوفوا معايا البنات، غادي نعاود ناخذ حربول وحده اخرى البنات، وغادي نقطعو على شكل دائري كيف ما بغيتو نتوما، قطعوهم على شكل مدورين ولا تقطعوهم على شكل مائل، كيبقى لكم نتوما الاختيار. كنستمر البنات بنفس الطريقه حتى نكمل الحراب اللي عندي. هنا البنات خديت لاطا ودرت فيها الورق ديال الزبده، غادي نوضع فيها داك الفقيقسات البنات ونستفهم، وغنكمل الحريبلات اللي عندي في التقطاع، ومن بعد ان شاء الله ندخلوها الفران. شوفوا البنات من بعد ما استفتهم البنات كنستفهم على هذا الشكل، غندخلهم الفران على درجه الحراره 150 مع التحريك البنات المستمر، كنبقاو نحركوا فيهم باش يطيبوا في نفس الوقت. هذا هو الشكل النهائي، تنقدم لكم الصحه والراحه. كنتمنى فيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم البنات الفيديو ما تنساونيش في لي لايك من فضلكم، وتبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء. وشكرا على المتابعه. هذا هو الشكل ديالهم، شوفوا معايا البنات هذوك المدورين كيفاش كيجيو، والشكل المائلين حتى هما حتى كيفاش كيجيو، تيجيو في المذاق البنات روعه وكيجيو مقرمشين. كنتمنى تجربوهم، ومع السلامه مع فيديو اخر باذن الله. انا خليكم تسمعوا القرماشه البنات.